السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار يا شباب؟ جاهزين نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ مع بعض الجزء الثالث من محاضرتنا النهاردة، وهنراجع سريعا على الجزء اللي قلناه الخاص ببروجكت بروجرام بورتفوليو. قلنا مع بعض ان البروجكت هو حاجة مؤقتة ليها بداية ليها نهاية، مجموعة من النشاطات ليها برنامج زمني محدد، وفي نفس الوقت في تكاليف خاصة بالمشروع، في نطاق زمني، برنامج زمني الأعمال، نطاق أعمال المشروع لجودة. طب أنا بعمل الكلام ده ليه؟ To create unique product, service or result، عشان أقدم منتج فريد من نوعه أو خدمة فريدة أو نتيجة. ودينا أمثلة كتير عليها زي قناة السويس، زي أهرامات الجيزة، زي الكورس بتاعنا وهكذا. طيب قلنا مع بعض قبل البريك إن كلمة جروب of related projects هنطلق عليها لفظ بروجرام، ولكن في شرط لازم يتحقق، ان انا لو انا درت المشاريع دي مع بعض هطلع بمجموعه من المشاريع ما كنتش انا بستفيد بيها لو انا بدير كل مشروع individual، ويبتدي يطلع عندي تايتل جديد اسمه بروجرام مانجر. بروجرام مانجر، فانا عندي في زي ما في حاجه اسمها بروجكت مانجر، في حاجه اسمها بروجرام مانجر، وفي حاجه اسمها بورتفوليو مانجر. ففي حاجه اسمها مدير محفظه او بورتفوليو مانجر، وفي حاجه اسمها مدير برنامج بروجرام مانجر، وفي حاجه اسمها بروجكت مانجر او مدير مشروع. هديكم مثال. عندنا في وزاره الاتصالات في برنامج شهير جدا اسمه برنامج العلاج على نفقه الدوله. برنامج العلاج على نفقه الدوله، برنامج العلاج على نفقه الدوله ده جواه مجموعه من المشاريع. اولا البرنامج ده احنا عاملينه مشاركه مع وزاره الصحه. احنا طبعا وزاره الاتصالات احنا بنقدم اي حاجه ليها علاقه بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. يعني مثلا لو محتاجين نعمل ربط ما بين المستشفيات احنا اللي نعمل النتورك، الشبكات الربط. لو مثلا محتاجين نعمل سوفت وير ابلكيشن خاص بالعلاج على نفقه الدوله احنا اللي بنقدم الابلكيشن. لو عايزين نعمل داتا مايننج خاصه بالتنقيب على البيانات احنا اللي بنقدمها. لو عايزين نعمل موبايل ابلكيشن، لو عايزين نعمل حاجة زي 100 مليون صحة، لو احنا الزراع الاي تي هم طبعا الدكاترة والسادة الممرضين والسادة يعني الاداريين من عندهم، من عند وزارة الصحة. ولكن انا بالنسبة لي انا التكنولوجي ارم، فازاي ادير الموضوع ده بقى بطريقة برنامج مش بطريقة مشروع؟ اولا هو ده برنامج هيوج، تكلفته يعني تجاوزت ال 500 مليون، مشروع ضخم على مستوى الجمهورية. لك أن تتخيل إحنا بنربط ما بين 350 مستشفى على مستوى الجمهورية. لك أن تتخيل إن إحنا بنطلع تقارير للعلاج على نفقة الدولة بتتعرض على مجلس الوزراء ومجلس الشعب وفي الجهات المختلفة. طيب عندي أكتر من مشروع، عندي مثلا مشروع للهاردوير، مشروع للسوفتوير، مشروع للموبايل أبليكيشن. طب أنا من وجهة نظر وزارة الصلاة أنا ممكن أدير كل مشروع على حدة، محدش هيقول لك لأ، ولكن الافضل لو انا جمعتهم كلهم في صوره برنامج وبقى عندي مدير برنامج اسمه بروجرام مانجر. طب انا استفدت ايه؟ اولا هيبقى في عندي شيرد ريسورسز، يعني ممكن ريسورس بيشتغل في اكتر من مشروع تحت نفس البرنامج. الحاجه الثانيه انا عندي في اهداف مشتركه، اللي في الاخر المشاريع دي كلها بتسمى على ايه؟ بتسمى على البرنامج اللي اسمه العلاج على نفقه الدوله. طبعا عندي كمان اهم من الكلام ده ان في بنفيتس ممكن استفيدها في حاله لو انا درت المشاريع دي مع بعض، ما درتهاش individual او separated، كل واحد بيدار لوحده. فهو ده التعريف بتاع البروجرام، group of related projects، مجموعه من المشاريع المرتبطه، او ممكن يبقى البروجرام جواه subsidiary programs تحتيه برامج فرعيه. ممكن جوه البروجرام يبقى فيه program activities، مجموعه من انشطه البرامج او program and activities. اهم حاجه بقى النقطه اللي تحت، managed in coordinated manner to obtain benefits، عشان احصل على منافع not available from managing them individually. لان لما بدير المشاريع بطريقه مترابطه وبحصل على برنامج، وبالتالي انا ممكن استفيد شويه منافع ما كنتش عارف استفيدها لو انا بدير كل مشروع لوحده. اتفضل اتفضل يا باشمهندس واثق، اتفضل يا فندم. دكتور، يعني نفهم من التعريف نقطتين اساسيه. الاولى انه اكو علاقه بين المشاريع اللي اديرها ضمن برنامج، هاي النقطه الاساسيه الاولى. والنقطه الثانيه انه عدم اداره هذه المشاريع تحت مظله البرنامج تؤدي الى خلل بالمشاريع،
بالظبط. ما هو الخلل، الخلل من وجهة نظر إدارة المشاريع، ممكن يبقى فيه تأخر في البرامج الزمنية، ممكن يبقى فيه مشكلة في التكاليف، يعني أدفع تكلفة أعلى، ممكن تكون فيه مشكلة في الجودة، ممكن تكون فيه مشكلة في التناغم أو التنسيق ما بين المشاريع المختلفة. فدي بالنسبة لي بتأثر في الآخر بالتبعية، إن يعني ممكن يكون عندي مثلا افتتاح المشروع، المشروع اتأخر نتيجة إن في مشروع ما اكتملش، افتتاح البرنامج، او ممكن يكون في عندي مثلا ريسورس، لو انت مش عارف تدير شيرد ريسورس بطريقه سليمه، ممكن يكون عندك في ريسورس شغال في بروجكت وعلى التوازي ما عندكش ريسورس يشتغل في البروجكت الاخر، على عكس لو انت اشتغلت الاثنين مع بعض ونسبت الاثنين لمدير مشروع. على فكره مدير مشروع ممكن يشتغل في مالتيبل بروجكتس في نفس الوقت، ودي برضو نقطه لازم نبقى احنا فاهمينها. مدير المشروع انا مش محتاج كل وقتي يبقى مركز في مشروع واحد، يعني احنا عندنا في وزاره الاتصالات ممكن تلاقي مدير مشروع واحد شغال في 5 مشاريع، بس هو بيعمل تنظيم لوقته، بيعمل تنظيم للشغل الخاص بيه المشاريع. فدي النقطه اللي احنا لازم نبقى احنا مقتنعين بيها، ان مدير البرامج هو تحتيه مدير مشاريع، ومدير المشروع تحتيه فريق عمل. يعني مدير المشروع مش بيعمل كل حاجه بايده، هو معاه فريق عمل. نفس القصه مدير البرنامج هو مش بيعمل كل حاجه بايده ولا هو بيدير المشاريع، ده هو معاه مدراء مشاريع تحت قيادته وبينسقوا مع بعض وبينفذوا المشروع مع بعض. فمن طيب وبالتالي بيبقى في نوع من انواع زي ما احنا ادينا من في البدايه اللي هي effectively and efficiently، وبالتالي انا بدير الموضوع بكفاءه افضل وبفاعليه افضل. هي دي بس النقطه اللي احنا عايزين نقولها. طيب دكتور العفو، بس بالنسبه لل الانترفيس مانجمنت ما تغنى عن البروجرام؟ ما هو على حسب بقى كل مؤسسه بيبقى ليها الجوب ديسكريبشن الاشخاص اللي خاصه بيها. يعني هتلاقي على سبيل المثال في بعض الشركات عندهم بي ام او، بروجكت مانجمنت اوفيس. فالبروجكت مانجمنت اوفيس ممكن يكون هو ده اللي بيعمل مانجمنت للشيرد ريسورسز وعنده باور وكنترول اللي هو يدير الموضوع مع الناس داخل المشاريع. او ممكن تلاقي في بعض الشركات الاخرى ما عندهمش بي ام او، عندهم مكتب فني. يعني انا في بعض الشركات يعني عملنا لها كونسلتيشن، كان في مثلا شركه موجوده معانا في مدينه السادس من اكتوبر عندها مشاريع يعني بتعدي 3 مليار جنيه في رقم، عندها فوق 400 موظف، ولكن ما عندهاش حاجه اسمها بي ام او، عندها حاجه اسمها مكتب فني. مكتب فني ده بيراجع التصميمات، بيراجع التنفيذ، بيتابع مع المخازن، بيتابع مع المشتريات، ولكن ما يعتبرش بي ام او بالمعنى، ما بيعملش تنسيق للبرامج الخاصه بالشركه، ما بيعملش تنسيق للمشاريع بتاعت الشركه. فالشركه مشكلتها الاساسيه على فكره ان مفيش تناسق ما بين المشاريع المختلفه. يعني ممكن تلاقي مثلا عندي 5 6 مشاريع في محافظه واحده، ولكن كل مشروع ليه الفريق بتاعه وليه الريسورسز بتاعته. طب ما انا الافضل ان انا اجمع الكلام ده تحت برنامج عشان اوفر في المصاريف، اوفر في التكاليف، اوفر في الريسورسز. ودي على فكره كانت من ضمن الريكومنديشنز اللي احنا اديناها لهم، التوصيات، قلنا لهم انتوا محتاجين يبقى عندكم بي ام او، محتاجين يعني تقسم المشاريع في المحافظات لبرامج، وكل برنامج تحتيه مجموعه من المشروعات، عشان بس تعمل ايه؟ عشان تعمل يعني احنا بنسميها ريسورس يوتيلايزيشن، عشان خاطر تدير الموارد بطريقه افضل. وده طبعا هيعود بالعائد اللي هو بيوفر لها فلوس ويوفر لها وقت وبيحسن الكفاءه بتاعه العمل، وكمان بيزود عدد المشاريع اللي هم بيشتغلوها في كل محافظه. معايا يا باشمهندس؟ ممتاز. باشمهندس شيمي اتفضل يا فندم. اتفضل باشمهندس شيمي. مع حضرتك. عندي ملاحظة يا فندم، بس بالنسبة للمثال اللي حضرتك قلته وبالنسبة للربط ما بين وزارة الاتصالات ووزارة الصحة. ممتاز. أنا عندي دلوقتي حاليا دلوقتي وزارة الصحة. وزارة الصحة دلوقتي احنا عاملين لها ربط شبكي على جميع المستشفيات بما فيها ديوان عام الوزارة. ممتاز. تمام؟ عندنا بي ام او. ممتاز. معايا. وعندنا بروجكت مانجر للمشروع. بالنسبه للهيكل العام بالنسبه للمشروع، معتبرين السوفت وير مع الهارد وير كل ده مشروع مش بروجرام. ما فيش عمليه سيبريشن. كويس. تمام. لو طبقنا عمليه البروجرام هيحصل كونفليكت ما بين السوفت وير والهارد وير. ممكن تحصل مشكله، سوفت وير ممكن يقول ان هي هارد وير، والهارد وير ممكن يقول ان هي سوفت وير. كويس. ما هو خلي بقى حضرتك في نقطه بس انا عايز اوضح لحضرتك يا باشمهندس شيمي. يعني على سبيل المثال ممكن الهاردوير انا اشتريه من اي بي ام على سبيل المثال،
وفي نفس الوقت السوفت وير اتعاقد مع حضراتكم او اي شركه بتوفر اي ار بي سوليوشن على سبيل المثال، بس المفروض سواء هاردوير او سوفت وير المفروض الاثنين بيحصل ما بينهم انترفيسز او بيحصل زي ما احنا بنسميها كده يعني انتجريشن، وبيحصل ما بينهم بالظبط انتجريشن، عشان ممكن تلاقي في ريكويرمنتس معينه محتاجينها في الفي امز بقى الفيرتشوال ماشينز، او في ريكويرمنتس معينه محتاجينها للستورج او محتاجينها للبروسيسنج او غيرها، لازم يحصل تنسيق عرضي ما بين ادارات المشروعات. على التوازي انا بتكلم من وجهه نظر بقى وزاره الصحه. طب وزاره الصحه تعين مدير مشروع لكل حاجه سواء الهاردوير او السوفت وير او غيرها، ولا جمع الكلام ده كله في صوره برنامج داخل وزاره الصحه وبتعامل في البرنامج ده ليها بروجرام مانجر وعندي اكتر من بروجكت مانجرز داخل البرنامج ده وبيديروا البرنامج بطريقه متكامله؟ هو ده اللي انا اقصده. فانا كنت بقول لحضرتك وزاره الاتصالات انا عندي البروجرام مانجر، عندي انا في وزاره الاتصالات وعندي اكتر من بروجكت مانجرز تحتيه تحت وزاره الاتصالات، يعني داخل البرنامج داخل وزاره الاتصالات. فهو ممكن تلاقي مثلا بروجكت مانجر هو اللي مسؤول عن الاي ار بي سوليوشن وبيتواصل مع شركه ساب وبينزل معاها او داخل معاها في النيجوشيشن الخاص بيها. بس دي حضرتك لا، بس اللي انا اقصده دي من حيث هل من خلال الكونتراكتور ولا من خلال الجهه اللي انا هنفذ لها؟ دي صح ودي صح، هنفهمها اكتر واحنا بنبص على البورتفوليو. تسمح لي هشرح البورتفوليو وارجع لسؤال حضرتك عشان تبقى واضحه. هو ايه البورتفوليو والبروجرام؟ ركزوا معايا في النقطه دي. احنا قلنا البروجرام جروب اوف ريليتد بروجكتس. طيب نبص على البورتفوليو. البورتفوليو مش لازم يكونوا ريليتد، ده اول فرق. فانت لو السؤال جالك في الامتحان، لو احنا بنفكر بقى بوجهه نظر BMI، هيجي لك سؤال في الامتحان، السؤال ده عباره عن سيناريو حدوته، يحكي لك حدوته عن شركه او يحكي لك حدوته عن سيتويشن معين. من قراءتك للسيتويشن لو المشاريع نفسها ريليتد وانت مغمض هتفكر في البروجرام مانجمنت، لو المشاريع نوت ريليتد او ان ريليتد استحاله يكون بروجرام، وبالتالي ممكن يبقى بورتفوليو او ممكن ادير كل مشروع على حده على حسب السؤال. بس انا بتكلم الديفينيشن. يبقى اول حاجه البورتفوليو از ا بروجكتس، ممكن يبقى مجموعه من البروجكتس، ممكن يبقى جواه مجموعه من البرامج، ممكن جواه مجموعه من السبسيدريز بورتفوليوز، ممكن كمان جواه مجموعه من الاوبريشنز managed as a group to achieve strategic objective. ركزوا معنا في النقطة دي. الكي وورد في البورتفوليو كلمة strategic objectives، الكي وورد في البروجرام كلمة related projects. هو يعني ايه كي وورد؟ كي وورد يعني كلمات الدالة. احنا لسه بنقول الامتحان 200 سؤال في 4 ساعات، فانت هتوصل لمرحلة اللي انت ما بتقراش السؤال، انت عينك بتلقط الكي ووردز اللي موجودة في السؤال. فلو انت بيحكي لك حدوته قريت كلمه ريليتد وانت مغمض بتفكر في البروجرام، لو انت بتقرا الحدوته لقيت كلمه استراتيجيك اوبجكتيف هو انت مغمض بتفكر في البورتفوليو. فالهدف من البورتفوليو ايه؟ الهدف من البورتفوليو اللي انا احقق اهداف استراتيجيه خاصه بالمؤسسه. يعني اديك دكتور على مستوى الدوله عايزه تقلل البطاله، فانا عندي الان امبلويمنت ريت او معدل البطاله عايزه اقلله. انا ممكن مثلا اعمل ايه؟ اعمل مصنع عشان اشغل فيه ناس، ممكن مثلا اعمل مزرعه عشان اشغل ناس، ممكن مثلا اعمل عاصمه اداريه عشان اشغل ناس. طب يا ترى في علاقه ما بين العاصمه الاداريه والمزرعه والمصنع؟ مفيش علاقه، وبالتالي هما ان ريليتد، ولكن كلهم بيتجمعوا مع بعض عشان يحققوا لي استراتيجيك اوبجكتيف اللي انا عايز اقلل الان امبلويمنت ريت. فهو ده الفرق الجوهري اللي ما بين البورتفوليو والبروجرام. البورتفوليو دايما بيبص على الاستراتيجيك اوبجكتيفز، وممكن يبقى تحتيها برامج، تحتيها مشاريع، تحتيها سب بورتفوليوز، ما عنديش مشكله، بس كل دول ان كوردينيشن بيحققوا الهدف الاستراتيجي للمؤسسه. البروجرام غير كده. البروجرام بيركز ان المشاريع رقم واحد لازم تكون ريليتد، رقم اتنين طريقتي لادارتها هتديني منافع ما كنتش عارف احصل عليها لو انا بدير كل مشروع الون لوحده. واضحه؟ هو ده الفرق الجوهري ما بين البروجرام مانجمنت والبورتفوليو مانجمنت. طيب فاكرين قبل البريك قلت لكم ان البي ام اي عندها 8 شهادات، فالبي ام بي بيتكلم على بروجكت مانجمنت بروفيشنال، طب البي جي ام بي بيتكلم على بروجرام مانجمنت بروفيشنال. ففي يعني شهاده كامله في البروجرام مانجمنت، في شهاده كامله في البورتفوليو مانجمنت. واضحه؟ طب اللي انا عايزكم تعرفوه في المرحله اللي احنا فيها التعريف بس، مش محتاج اعرف تفاصيل ازاي ادير برنامج عشان دي شهاده كامله. يعني لما نيجي نتكلم مثلا في الشهاده اللي اسمها بروجرام
مانجمنت بروفيشنال، انا قلت لحضرتك ان انا سيرتيفايد الحمد لله فيها. فبنتكلم على خمسه دومينز، حاجه اسمها الاستراتيجي الاينمنت، حاجه اسمها الجوفرنس، حاجه اسمها الستيك هولدر انجيجمنت. ففي خمس حاجات بنتكلم عنها في البروجرام مانجمنت مش موجوده معانا في في البي ام بي خالص، ولا مطالب اللي انا اعرفها، عشان انا بدرس بي ام بي مش بدرس بي جي ام بي. طب ايه اللي انا مطلوب اعرفه؟ التعريف بس، مش عايزك تعرف اكتر من الديفينيشن، هو ده اللي انا مطلوب منه اعرفه في المرحله الحاليه. فنبص مع بعض على الرسمه اللي احنا قلناها قبل البريك ونبص عليها بصه تانية. دي بتوضح لك بقى الحدوته، زي ما كنا بنقول ان الشركه عندها استراتيجيك اوبجكتيف. الاستراتيجيك اوبجكتيف عشان يتحقق بعمل له استراتيجي، استراتيجي اللي هي استراتيجيه او لونج تيرم بلان. طيب الاستراتيجيه ممكن يكون عندي بورتفوليو عشان يحقق الاهداف الاستراتيجيه، زي ما ادينا مثال عايز ازود الاف دي اي، عايز ازود الجي دي بي بتاع الدوله، عايز اقلل معدل البطاله، عايز ازود الانتاجيه، دي كلها اهداف استراتيجيه. البورتفوليو ممكن يكون فيه مجموعه من البرامج، او ممكن يكون فيه كمان سب بورتفوليوز. البورتفوليو ممكن يكون فيه اوبريشن، ممكن يكون مشروع دايركت موجود في البورتفوليو، يعني مش لازم يعني هو هنا بدي كل الاحتمالات. يبقى البورتفوليو ممكن يكون جواه بورتفوليو، البورتفوليو ممكن يبقى جواه برنامج، البورتفوليو ممكن يبقى جواه بروجكت، البورتفوليو ممكن جواه اوبريشن. واضحه؟ طيب البرنامج زيها زي برضو البورتفوليو، البرنامج ممكن يبقى جواه برنامج، او البرنامج ممكن يبقى جواه بروجكت معايا، او ممكن يبقى جواه اوبريشن. زي ما انتم شايفين اوبريشن بتسمى على البرنامج والبورتفوليو. البروجكت ده اقل حاجه بقى، يعني مفيش بروجكت جواه بروجرام ملهاش معنى. مفيش بروجكت، في طبعا حاجه اسمها ماستر بلان وجواه اكتر من فيزز، ممكن يكون مشروع اكتر من مرحله، يعني مثلا ببني مشروع كومباوند فنعمل المرحله الاولى المرحله الثانيه المرحله الثالثه، فممكن المشروع يبقى تحتيه فعلا فيزز او مراحل معايا. طيب كل ده شرحناه، ناقص لي بس حته صغيره كلمه اوبريشن. ايه الفرق ما بين اوبريشن وبروجكت؟ ركزوا معايا عشان دي مهمه قوي، بيجي عليها اسئله برضو. ايه الفرق ما بين كلمه بروجكت واوبريشن؟ كلمه اوبريشن معناها حاجه متكرره، حاجه بتتكرر فيها ريدندنسي او فيها تكراريه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هديك مثلا مثال، بناء المصنع بروجكت، تشغيل المصنع اوبريشن. يعني ايه بناء المصنع؟ تيمبرري، اللي انا هبدا مثلا تجهيز المصنع لغايه لما المصنع يشتغل واشتري الالات والمعدات واعمل الفاير فايتنج واعمل كل حاجه، هياخد معايا سنه سنتين ثلاثه مش مشكله، ولكن بعد ثلاث سنين المشروع خلص. طب المشروع خلص، بعد ما المشروع يخلص هنعمل ايه؟ هنسلم المصنع للناس اللي هيشغلوا المصنع. فالاوبريشن عاده بتيجي بعد البروجكت، عاده بتيجي بعد البروجكت. فانا خلصت المصنع سلمته لإدارة التشغيل، إدارة التشغيل هي اللي هتشغل. طيب الشغل بتاع المصنع فيه تكرارية، يعني كل يوم هنجيب مواد خام هندخلها على المكن، المكن هيشتغل، هنطلع منتج، المنتج يتحط في المخازن، نسحب من المخزن نودي للموزع، الموزع يبتدي يبيع، تاني يوم أجيب مواد خام أدور الخطوط الإنتاج وهكذا. ففيها تكرارية، تكرارية. فأي حاجة فيها تكرارية أوبريشن، اي حاجه بنعملها وتخلص ومدتها مؤقته بروجكت. واضحه؟ فبيجي لك اسئله في الامتحان يديك سيناريو ويقول لك السيناريو ده بروجكت ولا اوبريشن ولا بروجرام ولا بورتفوليو. هو ده، دي طبيعه الاسئله بتاعت الحته دي، يسالك حدوته كده، يعني يديك حدوته ويقول لك دي بروجكت ولا اوبريشن ولا بروجرام ولا بورتفوليو، الاربع حاجات. طيب انا اعرف منين؟ بسيطه خالص، من قراءتك للسيناريو. لو لقيت السيناريو بيعمل حاجه وخلاص زي ما اتفقنا temporary وفي نفس الوقت كرييت يونيك برودكت اور سيرفيس اور ريزلت زي ما شرحنا، يبقى وانت مغمض ده بروجكت. لو هو بيتكلم على ريليتد بروجكتس، يعني الكي وورد كلمه ريليتد، لو عينك لقطت كلمه ريليتد يبقى وانت مغمض بتتكلم على البروجرام. لو عينك لقطت كلمه استراتيجيك اوبجكتيف يبقى وانت مغمض بتتكلم على بورتفوليو. لو قراءتك للسيناريو بيبين لك ان فيها تكراريه، ويعني حاجات يعني اللي بنعمله النهارده بنعمله بكره بنعمله بعده، يبقى اوبريشن. ودي مهمه جدا، يبقى لازم تفهم الفرق ما بين الاربعه ديفينيشنز. طيب ممتاز، اتفضل يا باشمهندس معتز. لا يا دكتور، هو بس كانت النقطه بس بتاعت اللي هي الفرق ما بين البورتفوليو، وحضرتك وضحتها في الرسم وفهمتها خلاص. طيب ممتاز، باشمهندسه نهى عندك سؤال؟ لا
انا كان عندي سؤال. دلوقتي انا فهمت كويس البروجكت والاوبريشن، بس انا وقع مني الحته اللي قبلهم. طيب البورتفوليو كويس. احنا قلنا البورتفوليو بيبقى فيه عندي هدف استراتيجي عايز احققه. الهدف الاستراتيجي ده عشان يتحقق ممكن يبقى محتاج مجموعه من المشاريع او مجموعه من البرامج يحققوه. يعني زي ما اديتكم حضراتكم مثال، تخيل انا عندي مثلا عايز ازود مثلا على سبيل المثال الاف دي اي اللي هي الفورين دايركت انفستمنت او الاستثمارات الخارجيه، فانا عايز ازودها. طب اعمل ايه؟ ممكن انمي شويه في السياحه، ممكن اعمل شويه تطويرات في محور قناه السويس، ممكن مثلا اشجع الناس على التصدير، ممكن مثلا اشجع التحويلات الخارجيه من الخارج. كل دي هتدخل لي دولارات، وانا بتكلم يعني بلغه الماكرو ايكونوميك، كل دي هتدخل لي دولارات. طيب بس كل واحده من دول ده مشروع سيبرت، يعني تطويرك للسياحه ملوش علاقه بمحور قناه السويس، يعني هو ان ريليتد، ولكن كلهم بيخدموا على هدف استراتيجي واحد اللي انا عايز ازود الفلوس او الفورين دايركت انفستمنت، اشجع المستثمرين يجوا يستثمروا في مصر عشان يدخلوا لي عمله صعبه. كل ده بالنسبه لي هيزود لي الاحتياط النقدي اللي موجود في البنك المركزي على سبيل المثال. فانا عشان ازود الدولارات او ازود الاحتياط النقدي ممكن اعمل 5 6 7 10 مشاريع يدخلوا لي عمله اجنبيه. واضحه؟ ولكن المشاريع اللي انا بعملها دي ان ريليتد، ملهاش علاقه ببعض، ولكن كلها بتخدم على الهدف الاستراتيجي. يعني انا اكني بعمل كذا مشروع. بالظبط بالظبط، اكني بعمل كذا مشروع عشان في الاخر اوصل للمشروع الاساسي بتاعي. هو ما يعتبرش مشروع. احنا نرجع مره ثانيه، الاوبجكتيف بتاعي الاساسي. بالظبط بالظبط، احنا بنسميها استراتيجيك اوبجكتيف. اكسلنت. تمام 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 تمام. باشمهندس محمد، طب ممكن حضرتك تجيب معلش ممكن السلايد اللي قبل السامبل السلايد دي ولا اللي قبليها؟ لا لا نرجع، لا انا عايزه اللي هي الديفينيشن. تمام ممتاز. عند حضرتك سؤال ثاني؟ مش مثلا هو تمام كده؟ لا انا كده تمام. لا انا كده، لا انا كده تمام، انا بس كنت بربط الدنيا ببعضها. لا لا مفيش. لا ميرسي جدا، شكرا. اتفضل يا باشمهندس. باشمهندس محمد اتفضل. نعم دكتور احمد، عندي سؤال. اول شيء سؤال، يعني السؤال الاول بخصوص البروجكت، بناء على التعريف اللي اشرت له انه البروجكت ما ممكن انه يصير جواز سب بروجكت، هذا اللي افتهمناه من التعريف اللي موجود بالبي ام بي، هذا بالزبط. صحيح؟ لا تاني محمد اتفضل. قصدي انه بروجكت يصير جواز سب بروجكت ما ممكن، يعني ما انا بقول لك انا ما بنقولش عليه سب بروجكت، احنا بنقول عليه مرحله فيز. يعني على سبيل المثال انت ممكن يكون عندك ميجا بروجكت تحتيه مشاريع صغيره. لو ميجا بروجكت تحتيه مشاريع صغيره ممكن الميجا بروجكت ده يطلق عليه لفظ بروجرام. ولكن لو انا عندي مشروع متقسم لمراحل زي ما قلت لحضرتك، انا بعمل مثلا كومباوند في العالمين الجديده، مدينه العالمين الجديده، فممكن المشروع يبقى عباره عن اكتر من مرحله. عندي المرحله الاولى، المرحله الثانيه والثالثه وهكذا. فدي بنسميها عندنا فيزز او مراحل، او بلغه الاجايل بروجكت مانجمنت هنسميها ايتريشن، زي ما هنفهم مع بعض. تمام بليز. تمام، يعني واضح انه ما يسمى انه سبسيدري بروجكت، انما يسمى فيزز. السؤال الثاني بخصوص الاوبريشنز. الاوبريشنز حسب السكتش او الدايجرام اللي وضحت لنا اياه، انه راح يكون قد يكون جوا البروجرام او قد يكون جوا البورتفوليو. معنى هذا انه البروجرام او البورتفوليو راح يكون متمرري ومثل البروجكت؟ يعني الاوبريشن هدي حضرتك مثال، هو ممكن يبقى تحت البروجرام. يعني هديك مثلا مثال واضح جدا. نتخيل مثلا انا بقدم داتا سنتر وفي نفس الوقت في مثلا عقد الصيانه. فعقد الصيانه انا خلاص سلمت الداتا سنتر، وفي نفس الوقت انا عامل عقد صيانه للداتا سنتر انا كان يعني كاوبريتور او انا كراجل مشغل. فانا ممكن يكون في عندي اعمال صيانه، الاعمال الصيانه دي بتيجي بعد المشروع. يعني انا سلمت المشروع وفي نفس الوقت في اعمال صيانه للمشروع عشان خاطر الشركه. وعلى فكره برضو البروجرام زيه زي البروجكت، بيبقى تمبرري، ما بيبقاش على طول العمر. ولكن الفرق ما بين البروجرام والبروجكت عاده بتبقى في الوقت. يعني ممكن تلاقي مثلا البروجكت انا عندي على سبيل المثال عندي مشروع لمده سنه، ولكن انا عامل له عقد الصيانه 3 4 سنين. فممكن ابقى عندي برنامج تحتيه 5 6 مشاريع وكل واحد ليه صيانه، فممكن تلاقي البرنامج نفسه مدته 10 سنين على سبيل المثال معايا. بس برضه بيبقى temporary. يعني قصدك دكتور انه بالنسبه حتى الاوبريشن اللي موجوده هنا هي صح تكراريه، لكن لها مده معينه وتنتهي،
ما ما انا بقول لحضرتك ليه بتنتهي؟ عشان المفروض الشركه الام هي اللي بتبقى خلاص بتعمل ماسكه الحاجه، فبيبقى في حاجه عندنا بنسميها ترانزيشن بلان. يعني الترانزيشن بلان انا بنقل بقى خلاص الملكيه وبنقل بقى الاوبريشن وبنقل كل حاجه للشركه صاحبه الموضوع. يعني لو انا قلت لحضرتك مثلا احنا مثلا بنعمل العاصمه الاداريه على سبيل المثال، فممكن خلاص احنا خلاص انشانا العاصمه الاداريه، بس مين اللي هيشغلها بعد كده؟ الناس بقى التانية. انا دوري خلص كوزاره صلاه، بشوف مشاريع تانية واشتغلها، وحد تاني بيكمل، حد تاني اللي هو يعني الاوبريشن اللي هو الديلي وورك. فانا مش لازم ابقى انا موجود معاهم في الديلي وورك، ولكن انا دوري انتهى. ما يا حضرتك زي واضح. يعني كمثال احنا مثلا عندنا في ديغانزن ستيشن بنيناها وطيناها الشركه على مود تبنيها كونستراكشن. بعد ما تخلص الشركه انه طيناها عطى التشغيل لمده سنتين، على مود الشغل الهاي ديغازن. بعد ما ينتهي سنتين نوبة تسلمها للشركه الام. كويس بالضبط. ما انا بقول لحضرتك انا يعني هذا دور انت اللي انا سلمت البروجكت وعملت اغلاق وقفلت الـ يعني البروجكت بتاعي. طب مين اللي هيكمل بعديه؟ اللي هي المفروض الكلاينت بتاع حضرتك اللي انت بتسلمه الشقه، هو ده اللي بيكمل. يعني هديكم مثلا مثال شهير جدا، الشركه المقاولات وهي بتبني العماره السكنيه، ده مشروع. بس بعد ما سلمت لي انا وانا سكنت في العماره، لو في مثلا مصاريف صيانه، لو مثلا محتاج اعمل اي دهانات، محتاج اعمل اي تغيير، انا اللي مسؤول عنده ككلاينت، مش هرجع للشركه الام. ما خلاص ما الشركه سلمت المشروع وخدت مستحقاتها الماليه وعملت كلوزنج او عملت اغلاق وقفلت المشروع. طب انا ممكن مثلا بعد ما استلمت شقتي عايز مثلا يعني ابني حيطه، عايز اكسر حيطه، عايز اضم اوضتين على بعض او اقسم اوضه لاوضتين، ده دوري انا. خلاص انا استلمت، فانا اللي ابتدي مسؤول عنها معايا. فهي مسؤوله عن الحاجه لغايه لما تسلمهاني، ولغايه لما تاخد مستحقاتها الماليه، ولو في فتره ضمان لغايه لما تخلص فتره الضمان. طب بعد ما خلصنا كل الكلام ده انا اللي مسؤول عنها بقى شخصيا، انا اللي بكملها يعني. معايا؟ تمام يا دكتور. فالنقطه القويه اللي انا عايز حضراتكم كلها تعرفينها ان الكي وورد، احنا قلنا كلمه كي وورد معناها كلمه داله. فبالنسبه للمشروع الكي وورد كلمه تمبرري، مؤقت. بالنسبه للبروجرام ريليتد بروجكتس. بالنسبه للبورتفوليو استراتيجيك اوبجكتيف. بالنسبه للاوبريشن اونجوينج برودكشن، ان فيها بقى ايه؟ استمراريه. فهي دي اللي احنا بنسميها ايه؟ الكي ووردز. خلاص؟ طيب انا عارف ان الناس عندها اسئله، بس انا يعني هخلص جزئيه وارجع اخد الاسئله مره ثانيه عشان بس الزملاء كلها يبقوا متابعين معانا. طب اجمع الموضوع ده كله ازاي؟ بجمعه بحاجه اسمها اورجانيزيشنال بروجكت مانجمنت. هي دي بقى اللي بتعمل التنسيق العرضي ما بين البرامج والمشاريع وكمان المحفظات. فالشركه من الداخل زي ما اتفقنا ممكن يكون الشركه نفسها عندها برامج، عندها بورتفوليوز، عندها بروجكتس، عندها اوبريشن. طب اجمع بقى الدنيا دي مع بعض ازاي؟ من خلال حاجه اسمها اورجانيزيشنال بروجكت مانجمنت. دي بقى اللي بتديك الفريم ورك عشان نشوف ازاي يحصل انتجريشن ما بين البورتفوليو وما بين البروجرام وما بين البروجكت مانجمنت عشان نحقق الاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه ونطلع للمثال الشهير اللي هو او الرسمه الشهيره. على فكره كل الرسومات دي موجوده في الكتاب، انا باخدها برنت سكرين. يعني انتوا بعد ما يعني تبصوا على الكتاب هتلاقي كل الرسومات اللي انا بشرحها كلها موجوده في الكتاب، كلها متاخده برنت سكرين. فهي الرسمه دي اللي بتبين لك الموضوع. المؤسسه بصفه عامه بيبقى ليها حاجه اسمها اورجانيزيشنال انفايرمنت او بيئه العمل المؤسسيه. فالبيئه العمل المؤسسيه ممكن يبقى فيها مجموعه من البورتفوليوز، مجموعه من البروجكتس، مجموعه من الاوبريشنز، مجموعه من البروجرامز، ما عنديش مشكله خالص. ولكن بيحصل نوع من انواع التنسيق او التكامل ما بين الاجزاء دي كلها عشان احقق ايه؟ احقق استراتيجيه المؤسسه او احقق الاهداف الاستراتيجيه للمؤسسه. فممكن يبقى في عندي استراتيجي ناتج عن الاستراتيجي اعمل اكتر من بورتفوليو، عشان كل بورتفوليو هتديني فاليو ديزيشنز، هتديني استراتيجيك اوبجكتيف معين. وكل بورتفوليو ممكن اكسره لمجموعه من البرامج ومجموعه من المشاريع. طب البرنامج او المشروع خلص ممكن يكون في بعديه اوبريشن، زي ما ادينا المثال اللي انا سلمت الداتا سنتر وبعديها في اعمال صيانه. ما اعمال الصيانه ده اوبريشن، ولكن تم امتى؟ تم بعد انتهاء البروجكت او بعد انتهاء البروجرام، ما عنديش مشكله خالص. ولكن لازم يكون في نوع من انواع الانتجريشن او التكامل ما بين البورتفوليوز والبروجرامز والاوبريشنز اكوردنج لاستراتيجيه المؤسسه والاهداف اللي انا عايز احققها. نفتح باب الاسئله. يعني انت هتلاقوني كل شويه يعني كل 4-5 سلايدز اعمل لكم
نفتح باب الأسئلة عشان خاطر الناس تبقى متابعة. طيب نبص على مين؟ باشمهندس أحمد شلبي اتفضل يا فندم. اتفضل باشمهندس أحمد. هو بس احنا قلنا احنا البروجكت بيبقى تحت البروجكت ده في فيزز. طب انا لو عندي مثلا بروجكت كبير فانا مقسمه اصلا فيزز وعايز احط تحت الفيز دي حاجة تاني. حلو. انت ممكن كل فيز هدي حضرتك مثال، ممكن كل فيز تعتبرها مشروع لوحدها، وممكن كل فيز تعمل لها برنامج زمني لوحده وتعمل لها ريسورسز لوحديها وتحدد التكاليف لوحديها والسكوب اوف ورك. يبقى انت كأن كل فيز انت بتعتبرها مشروع وتشتغل. فاهمني حضرتك؟ ودي حبان حد اسمها هنا هنشرح الكلام ده بالتفصيل. واضحه؟ تمام تمام. طيب ممتاز باشمهندس واثق اتفضل يا فندم. نعم دكتور. بالنسبه للرسمه اللي توضح البورتفوليو والبروجرام والبروجكت، بالنسبه للاوبريشن يعني انا اساله ممكن الاوبريشن هل يعتمد على سياسه الشركه؟ مثلا شركه سياستها انه ما تقوم بالتشغيل معاملها، دائما تتعاقد مع شركات للتشغيل والصيانه، يعني شفت سياسه ثابته بحيث ما عندها اي موظف مشغل. كويس. فهذا نوع من السياسات للشركات. كويس. يضع الاوبريشن تحت البورتفوليو، بينما اذا كانت سياسه الشركه لا، هي تشغل معداتها او معاملها او مصانعها، فاذا كان عندها عقد اوبريشن تمبرري فممكن هذا يكون الاوبريشن تحت البروجرام وليس تحت البورتفوليو. طب بص تسمح لي ارد على حضرتك. احنا على حسب بقى انت بتتكلم من وجهه نظر مين. يعني انا دلوقتي انا ممكن يكون عندي باير وسيلر، باير وسيلر، فمن وجهه نظر الباير انا عايز انا اللي اشغل حاجتي بحاجتي، وبالتالي انا مش محتاج اصلا اعمل عقد الصيانه. او لو انت من وجهه نظر السيلر انا ممكن اعمل عقد الصيانه. يعني دي خلي بالك انت بتحط نفسك مكان مين. يعني انا في المثال اللي انا قلت لحضرتك عليه انا حاطط نفسي مكان شركه مقاولات، وليكن مثلا شركه اوراسكوم للتطوير العقاري. فانا تخيل ان شركه اوراسكوم هي بتعمل المشروع وبتسلمه للعميل، والعميل هو اللي يدور المشروع. او العكس ممكن تكون شركه اوراسكوم برضو بتدي عقد الصيانه للمشروع بعد تسليمه. طب بالعكس بقى، طب من وجهه نظر الباير، الباير ممكن يستلم المشروع وهو اللي يدوره بنفسه، او ممكن يستلم المشروع ويمضي عقد الصيانه زي مثلا في الامارات مثلا اللي هي الفاسيلتيز مانجمنت على سبيل المثال. فانا ممكن الاقي اداره المرافق او الفاسيلتيز مانجمنت، فانا ممكن اكون انا عامل عقد صيانه مثلا لفندق خمس نجوم مع شركه اكس، هي اللي مسؤوله عن اعمال التكييف، مسؤوله عن المرافق، مسؤوله عن مثلا الاسبيسال فاير فايتنج او الاسانسيرات وكل الكلام ده. فانا ممكن اكون بس بوجهه نظر يعني سواء كده او كده الاعمال المتكرره لازم تكون اوبريت. فانت ممكن تتضمنها من جوه البروجرام او ممكن تطلعها بره البروجرام. يعني لما اجي اتعاقد مع الشركه ممكن اقول لها ان هيبقى في عقد صيانه 3 سنين بعد المشروع وانا اللي هشيل لك الكلام ده، او ممكن اشيل البند ده من التعاقد وانا دوري اللي انا اسلم لها الموضوع وهم يجيبوا حد ثاني يعمل صيانه. واضحه باشمهندس واثق؟ واضح دكتور واضح. ممتاز. باشمهندس محمد اتفضل. محمد دويني. كان احد الزملاء دكتور كان بيقول انه لو في مشروع وعمل له كذا فيزز تحتيه، فطارق قلت له ممكن كل فيزز تعمل له مشروع. ممكن. هل ممكن اعتبر بقى المشروع نفسه بروجرام لانه كده بقى كل ما هو خلي بالك كده المشاريع هتبقى سيكوينشال مش هتبقى امبارلل. يعني انت فاهمني؟ يعني انا عندي مثلا الفيز الاولاني خلصت سبتها دخلت على الفيز الثانيه، فكان عندي المشاريع نفسها شغاله ورا بعض مش شغاله مع بعض. يعني احنا كنا بنقول ريليتد بروجكتس ممكن يبقى واضح مشاريع شغالين يعني يعني ان بارلل على التوازي وريليتد ببعض. معايا حضرتك؟ طيب باشمهندس شيمي اتفضل يا فندم. باشمهندس شيمي حضرتك عندك سؤال؟ ايوه يا فندم حضرتك اتفضل. باشمهندس دلوقتي ايوه دلوقتي يا فندم لو انا دلوقتي انا كونتراكتور يس نفذت دلوقتي داتا سنتر يس تمام، دي بالنسبه لي الداتا سنتر ده بيعتبر بروجكت مظبوط لان ليها ستارتنج بوينت اند اندنج بوينت. تمام مظبوط طيب ماشي. فاثناء بعد التنفيذ العميل طلب مني عقد صيانه وتشغيل اوبريشن اند مينتنس مظبوط، هل الاوبريشن اند مينتنس ده هعتبره فيز ولا لا.
لا ده هنعتبره عقد خالص خاص بالتشغيل، ملوش علاقة بالمشروع. معنى زي ما اتفقنا المشروع الحاجات اللي بتتسلم وتخلص، الأعمال المتأخرة بعتبرها operation. فحضرتك في هتمضي مع عقد تشغيل أو عقد صيانة. هو التعريف بتاع عقد الصيانة هو ملوش علاقة بعقد إدارة المشروعات. يعني احنا عايزين النهاردة نفرق ما بين أربع حاجات عشان ما يحصلش confusion عند الزملاء. لازم نفرق ما بين كلمة project، ولازم نفرق ما بين كلمة operation، ولازم نفرق ما بين كلمة program، ونفرق ما بين كلمة portfolio. البروجكت حاجة مؤقتة، يعني ليها بداية وليها نهاية، مفيش مشروع شغال على طول. الأوبريشن حاجة متكررة، يعني لو أنا بعمل مثلا صيانة للتكييفات فأنا حاجي مثلا مرة كل شهر، ففي حاجات متكررة هتحصل، وممكن أجدد عقد الصيانة مرة واثنين وثلاثة واربعة، ما عنديش مشكلة. طيب البرنامج مجموعة من المشاريع ريليتد ليها علاقة ببعض، ولو أنا أدرتهم يعني بطريقة يعني بروفيشنال ممكن استفيد بشويه منافع ما كنتش اعرف استفيد بيها لو انا بدير كل مشروع على حده. البورتفوليو اللي انا مجموعه من المشاريع او البرامج او حتى اوبريشن الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان انا احقق هدف استراتيجي خاص بالشركه، زي ما ادينا الاكزامبل انا عايز اقلل البطاله، عايز ازود الجي دي بي او الاف دي اي او غيرها. واضحه كده يا باشمهندس؟ اي تمام. بس يا فندم لو انا من ضمن الاشياء المطلوبه مني في حاجه من الحاجات قال لي السيرفيس دي انت مش هتعرف تعملها، هضطر ان انا هشوف سب كونتراكتور من الماركت. تمام. يس. السب كونتراكتور ده بالنسبه لي هيعتبر جزء من البروجكت ولا جزء من البروجرام؟ لا، مع حسب برضو. نرجع مره تانية، لو حضرتك تعاقد مع سب كونتراكتور تاني يعمل لي اوبريشن، انا همضي معاه عقد تشغيل وصيانه او عقد الصيانه. وفي نفس لو انا عندي البروجرام، يعني من وجهه نظر البروجرام في حاجه اسمها بروجرام رود ماب او خريطه الطريق، فانا لو انا عندي ضمن البروجرام رود ماب الصيانه فخلاص، فانا بعمل صيانه مع حد تاني ومدخله تحت البرنامج. لو انا من ضمن البروجرام رود ماب مفيش صيانه فخلاص، فدي طالعه بره البرنامج، وده عقد منفرد ملوش علاقه بالبرنامج اللي انا بقدمه. فالحضرتك العمليه كلها تنظيميه بحته، انا عايز انظم العلاقه ما بين المشاريع والبرامج والمحافظ اللي عندي. ليه؟ عشان استفيد افضل استفاده من الموارد يعني اللي عندي في الشركه. تمام. طيب انا بس هاجل السؤال بتاعك باشمهندس محمد لبعد البريك عشان الحق اكلمكم على البروجكت لايف سايكل قبل ما نطلع بريك، قدامي 3 دقائق بالظبط. طيب البروجكت لايف سايكل بنتكلم على الدوره الحياتيه للمشروع. المشروع ليه لايف سايكل، ليه دوره حياتيه. الدوره الحياتيه هوريكم شكلها زي كده، والرسمه دي برضو موجوده في الكتاب. البروجكت لايف سايكل المشروع خلي بالك بقى، احنا قلنا الكورس بتاعنا مركز على البروجكت، مش ملوش علاقه بالبروجرام والبورتفوليو. اللي كل عايزكم تعرفوه بس الديفينيشنز، يعني لو انا بتكلم بقى على البروجرام لايف سايكل لا ده دومين في البي جي ام بي، لو انا بتكلم على البورتفوليو لايف سايكل ده دومين في البي اف ام جي زي ما شرحنا مع بعض. فانا بتكلم على البروجكت او الكورس كله بيتكلم على البروجكت معايا. كل انا عايز تعرفوه بس الديفينيشنز. طيب اللي خاصه بيه البروجرام والاوبريشن والبورتفوليو. طب البروجكت لايف سايكل، نرجع مره ثانيه بقى للبروجكت. المشروع ليه بدايه وليه نهايه، فطبيعي هيبقى فيه ستارتنج ذا بروجكت وفي اندنج ذا بروجكت، يعني ليه بدايه وليه نهايه. المشروع هيبقى فيه اورجنايزنج اند بريبيرنج، اللي انا ببتدي بقى اجهز الخطط بتاعتي، التصميمات، البلانز المختلفه. المشروع هيبقى فيه جزء تنفيذ carrying out the project أو the work، وبالتالي إن المشروع لو أنا عايز أبني عمارة سكنية ففي عندي بداية المشروع، هتعاقد بقى مع الاستشاري، هشوف بقى الأرض اللي أنا هبني عليها، هظبط التراخيص والتصاريح، وبعد كده أبتدي بقى أحط الخطط التفصيلية اللي خاصة بالبناء، سواء بقى الرسومات الهندسية، سواء الجداول الزمنية، الجداول المالية، كل حاجة. خلي بالك لغاية هنا أنا حبر على ورق، أنا لسه بعمل بلانينج. طب بعد كده البلاننج ابتدي يوصل لمرحله الاكسكيوشن بقى، انفذ الكلام ده. طيب نفذت، ابتدي خلاص بقى اقفل المشروع واسلم المخرجات بتاعه المشروع ل يعني الشخص المسؤول عن كل مخرج. يعني زي ما اتفقنا انا يعني هسلم العماره السكنيه للاشخاص. في عندي حاجه بنسميها فيز جيت ريفيو، اللي هي المعين ده. المعين ده بنسميه فيز جيت ريفيو. انا بعد ما خلصت المرحله دي ممكن اعمل ريفيو، بعد ما خلصت المرحله دي ممكن اعمل ريفيو،
بعد ما خلصت المرحلة دي ممكن أعمل ريفيو. طبعا قبل ما أسلم العميل لازم أعمل ريفيو للمخرج، أنا مش هسلم العميل وخلاص. فبعد البريك إن شاء الله تعالى هنتكلم على البروجكت لايف سايكل، ونتكلم على أنواع البروجكت لايف سايكل سواء بريدكتيف أو أدابتيف أو ووتر فول أو أجايل، وهنتكلم بالتفصيل على البروسيس جروبس والتكنولوجي أرياز. آخر سيشن هناخدها اللي جاية إن شاء الله تعالى، 10 دقايق بالظبط ونبدأ بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ورحمة الله.